لم يرسل جنوده إلى المقبرة. همه ليس قتلي، بل أن يجد الوزير أولا. يا أبطال، جدوا ذلك الوزير وأحضروه لي. أحضروه كي أفرش جثته أمام جيخاته. هيا. أمرك سيدي. هيا يا أبطال. أستأذنك شيخي. شيخي، جنود المغول يهاجمون سوغوت يا شيخي. شيخي، هل تسمح لنا بالتسلح؟ لم نتسلح في التقية حتى الآن، لكن حان الوقت. عثمان فيلخان، جيخات العظيم سيأخذه. إياكم وأن تحاولوا مساعدته. من يساعده سيقتل. الحق يحدد الأعمار، لا أهمية لكلامكم ولا حتى بمقدار ذرة. أطراف الخان حوصرت من قبل جنودنا. إن كان هناك من بينكم من يود الموت فليأتي إلينا. لابد أن الوزير من أحضر جيخاتو إلى أراضينا. من يمسك بحبل من؟ بما أنهم جاءوا، إذن يعلمون بوجود عثمان. ماذا سنفعل؟ ترى هل قضى عثمان على الوزير؟ لم تصلنا أخبار بهذا الشأن، لكن المغول يعرفون أنه في الخان. سيدة بالا، إن سمحتم لي سأذهب. ابقي أنت مع أمي يا زهرة. بالا، اهدئي قليلا. البقاء مكتوفة الأيدي صعب علي مالهون. هذا يكفي. عثمان وشيخي حياتهما في خطر. حتى إن ذهبنا لن نستطيع المساعدة. المغول في كل مكان، لنفكر بشيء آخر. بالا محقة، الانتظار صعب، لكن فكري بطفلك أولا. هذا يكفي. بدلا من ولادته تحت ظل ظالم، أفضل الموت. ابتعدوا من أمامي. جهزوا سيوفكم، لكن حافظوا على هدوئكم. سيدي، مساعد جيخاتو آت وبدون سلاح. إذن فهو لا يريد الحرب. سيتقيأ سم لسان سيده جيخاتو ليأتي.
السيد عثمان. ماذا تريد؟ القائد جيخاتو يريدك، ينتظر ذهابك لتتحدث إليه. جيخاتو لن يتركك حيا يا أخي، إياك والذهاب إليه. تورغوت محق، لو خرجنا جميعا من هنا ستكون لدينا فرصة، لكن إن ذهبت وحدك فلن نستطيع حمايتك. لا، بما أن جنود المغول لم يكسروا الباب حتى الآن، إذن يظن جيخاتو أن الوزير معنا، لن يفعل شيئا لأنه لدينا. لكن يا أبطال، الخان لنا والملك لنا، لن يخرج ذلك الوزير إلى أن أذهب إلى جيخاتو وأعود. إن خرج فلتفرش جثته هنا تحت أمرك سيدي. سيد عثمان، مع ذلك كن حذرا. قطعت كل ذلك الطريق لأحارب معك، خذني سيدي. لا، لست ذاهبا إلى حرب، إنها مبارزة كلامية. ابحث أنت عن الوزير مع المحاربين. الأمر لك سيدي. عثمان، فلتخف من النهاية التي جهزتها لك، ستموت وأنت تتوسلني. أيها الوزير، أيها الوزير، أيها الوزير، أيها الوزير، أيها الوزير الجبان، لابد أنه بنى مخبأ سريا، سواء في الجدار أو تحت الأرض سنجده. أيها
سأجعلكم تعيشون الجحيم جميعكم. سأبقى حيا وسأصمت. عثمان، عدت بين يدي. لست بين يديك، بل أنت الذي في ملكي. ملكك على طرف سيفي. سأحيل أرضك خرابا وليس ملكا. لن أخذ أسرى. سأهدم سوغوت وسأنهب المدينة وسأقطع رأسك. طبعا إن لم تستسلم الآن. من الواضح أن نيتك ليست أن أستسلم لك، نيتك هي أن تأخذ الوزير سالما معافى، فهو الذي يخدم أحلامك. لكن بالنسبة للوزير، ليس في نيتي أن أخذ روحه فورا، بل سأقتله ببطء شديد. أنت ستعطيني الوزير عالمشاه. لا سبيل لديك سوى الاستسلام. نحن أسندنا ظهورنا إلى ملجأ الذين انقطعت بهم السبل. لابد أن لديه لكل ضيق مخرجا. جوكتو كان يتحدث بكلام كبير أيضا، لكني قمت بشق قلبه. لن ندع الميدان لجنود جيخاتو يا شيخي. شيخي، لنقاتل ونخرج السيد عثمان. أرى جندي جيخاتو قبل قليل. السيد عثمان قرر التحدث مع جيخاتو. ماذا نفعل الآن إذن؟ أولا سنقف في سكينة وننتظر ما سيقوم به عثمان. إن تطلب الأمر سنقاتل ونذهب إلى الخان.
عثمان، المقبرة فارغة، استدرجنا إلى هنا. الوزير على مشاه، أخشى أن يؤذيه. معك حق، يجب أن نعثر على الوزير. هيا. إياك أن تلفظ اسم أخي جوكتوك دون أن تأخذ الإذن. ألعبك وألعب الوزير يعلمها جيدا. خدعتما أخي وأفقدتمان السيادة، رتبتما هجوما على السلطان واتهمتماني أنا بذلك، تسببتما بإراقة الكثير من الدماء، وأنا سأحاسبكما على كل هذا. لكن أولا سأحاسب ذلك الوزير، وبعد ذلك سيحن دورك. السيد المتمرد عثمان سيفه حاد تماما كلسانه، لكن أنت تفضل سلامة شعبك. دعنا نحل المسألة، استسلم لي وأعطني الوزير وسأدع الجميع على قيد الحياة. إن لم تستسلم سأحرق سوغوت. جيخاتو، إن الاستسلام للظالم هو إهدار لكرامة التركي، وأنا أفضل الموت على العيش دون كرامة. لا تتغير أبدا يا عثمان، حتى لو عثرت عليك بعد 50 عاما سيبقى عنادك وستبقى الرجل نفسه. ليست 50 عاما، حتى لو مر 1000 عام، التركي هو التركي، دمه هو نفسه، وعناده هو العناد نفسه. هل ترى يا أخي؟ لا يخاف حتى من جيخاتو نفسه. ما شاء الله على سيدي. ما شاء الله عليه. ما شاء الله. أجل، قلب سيدي يكفي لكل هؤلاء. بوران ألب، لم نرك قادم. ما الفرق إن رأيتموني يا إخوتي؟ المهم أننا رأينا سيدنا عثمان يقف في الميدان كالأسد. ما شاء الله، وددت لو أن محاربي الكاي بجانبه. طالما تود الموت إلى هذه الدرجة، إذن أنت ستأخذ شعبك كلهم معك إلى الموت. أنتم كثر جدا، لكن نحن أتراك. لن يسقط أحد منا قبل أن يقتل 10 من جنودك. يا أخوتي،
سيدي قادم. بما أنك عدت سالما، إذا فجيخاتو يريد الوزير، كنت محقا مجددا. سنقاتل حتى آخر قطرة دم لدينا، الوقت هو وقت الشهادة. أرينا الهدف سيدي، وسننقض عليه كالصقور. يا لفرحتي يا سيدي، سأجتمع بجوكتوك وبالسيد بامسي. أرواحنا فداك سيدي. لنخرج ونقاتلهم سيدي. حتى إن لم يكن ديني نفس دينكم، القتال إلى جانب شرفاء مثلكم شرف بالنسبة لي. فلنذهب ولنقاتل سيد عثمان. فلتسلم يا كوسيس، فلتسلم. سيدي، بحثنا في كل مكان لكن لم نجد أثرا للوزير. إنه في مكان ما هنا، وهو جريح. ما دام لن يخرج، إذا ليمت كالفأر في جحره. هل يبقى محاربو الكاي ينظرون إلى العدو دون أن يخنقوه في الظلام؟ أيقفون وينظرون؟ ماذا سيفعل محاربو عثمان؟ ها؟ اسمعوا، يقرع المغول طبول الحرب، بينما سيدي في ضائقة. هل سيبقى محاربو الكاي واقفين هكذا ينظرون إليه؟ ها؟ لا يا أخي، سنقف خلف سيدي. ما شاء الله على إخوتي، ما شاء الله. هيا اذهبا إذا وأخبرا محاربي الكاي، اليوم يوم الشهادة. هيا هيا يا أخي. اليوم يوم الشهادة. يا الله، يا ربي، لا تدع من يثق بك وحيدا. شيخي، لا يجب أن ندع سيدي وحيدا. المغيث، الله هو المغيث، يمنع من يشاء ويحمي من يشاء. اجعلنا وسيلة للخير يا ربي. آمين آمين. المغول مسعورون، هل تسمعهم؟ فلنذهب ونسفك دماءهم. لا بسيوفنا ولا بأذرعنا سنبخل على الظالمين. لن نترك السيد عثمان هناك. دستور. أمي، شيخي، بالتأكيد عثمان سيتدبر أمره بنفسه، لكن ابنه أورهان هو لوحده، يجب علينا التفكير به أولا. سيرغب المغول الآن بأخذ أورهان ليستطيع أسر السيد عثمان. أمي، لا تسقطي الجمر في قلبي. حماه الله والسيد غوندوز في القبيلة. أنا لم تبقى لدي ثقة في غوندوز، عيناه أعميتا وأذناه صمتا عن الحقيقة، ولابد أنه في طريقه إلى هنا الآن. صحيح ما تقولون، سيكون من السهل أن يأخذوا أورهان. سأذهب مع أيغول، نجلبه ونعود. سنجلبه يا أمي. درويش أكشا،
أرسل اثنين من دراويشنا مع سيدة مالهون. يصعب علي ترككما بينما المغول في الخارج. لا تفكري بنا، حياة أورهان هي الأهم الآن. هيا اذهبي وأحضريه في الحال. هيا شيخي. هيا يا ابنتي. أمي. ليفتح طريقك يا ابنتي، لتكن غزوتكم مباركة. هيا يا ابنتي. والآن لقد حان الوقت، هيا. يا الله احمي أبنائي وكل قبيلة الكاي يا ربي. نحن جاهزون للهجوم قائد كيخاتو. إخوتي شجعاني، لتكن غزوتنا مباركة. سيدي سيدي سيدي. محاربي الكاي ينهالون على المغول بسهامهم. يا ما شاء الله، نحن نسير خلف سيد الكاي. هيا ليذهب كل واحد إلى مكانه. هيا يا أبطال. يا أبطال الله أكبر. حسبنا الله، حسبنا الله. Oh!
أوقف جنودك جيخاتو. الوقح غوندوز. جنودك يلزمونك وأنا يلزمني أخي. توقف، لا تدع الدماء تصفك. لقد قال عثمان كلمته، يريد أن يحارب، وأنا سوف أقطع رأسه. جيخاتو استمع إلي، أنا حليف وزير الدولة السلجوقية على هذه الأرض، فلتثق بي. دعني أدخل وأقنع أخي. يا جنود المغول توقفوا. أسرع يا غوندوز، لقد بدع صبري ينفد. أسرع وأقنع عثمان، وإلا سأهدم سوغوت فوق رؤوسكم. سيد عثمان، تكلم أسمعك. ألن تسلم نفسك؟
سيقتل الجميع. ومنذ متى؟ أصبحت الشهادة موتاً جندوز. هذا يحدث بسبب عنادك يا أخي. ليس عناداً. قلبنا لا يرضى أن يكون عبداً خانعاً للوزير علم شاه مثلك. اسألهم يا أخي. هل أخذت جوابك الآن يا سيد جندوز؟ الذي حاصرنا هنا من؟ وجعل الوزير حاكما للقبيلة وسوغوت؟ هيا أخبرني من؟ وماذا عن أمي؟ ماذا عن أمي؟ احمد الله أن أمي ما زالت على قيد الحياة، ولو أن شيئا قد حصل لها لقتلتك بيدي هاتين. ما معنى نفي زوجاتي من القبيلة؟ وما معنى فصل ابني عن أمه؟ ماذا يعني هذا؟ هيا قل ماذا يعني؟ هذا بالكاد ما تقدر سيادتك على فعله. افتح عينيك يا أخي، افتح. كنت ستتسبب بقتل أمي، والآن تأتي وتقف أمامي وتقول سلم نفسك. لسلامة المحاربين ولسلامتك. هل تحرق قلبي من أجلي وتحرق القبيلة لأجل أهلها؟ أخي، لقد أعمى الوزير عينيك وصم آذانك عن الحقيقة.